أنا عندي شوية شغل ماشي؟ إذا ارتفعت حرارته أعطيه خافت حرارة، بتعرفي مين؟ طبعاً يا خانم ما تاكلي هم، أنا بعرف كل أدويته. يلا قول لماما باي. باي حبيبي. لا تطولي، يلا خلينا نسكر الباب. باي يا عمري. يلا إلا باي لماما. خلي على الزيتونية. باي. يلا شبك طاير يا زلمة، طلع قدامك ولك. شو هالطرطقة؟ جميلة! صفا خانم! يا الله شو ها؟ ليكون بلش رمضان. أنا بعرف. شو عم بيصير برا؟ جميلة! يا صفا خانم! ها! تعالوا لهون! لا تخافوا، انزلوا لعندي. شو عم تعمل هي هون؟ جنة شي؟ أكيد جنة هي. أمي خليكي أنتي، رح أنزل أنا أشوفها قبل ما تلم علينا الناس هاي. شو عم تعملي جنيتي أنتي؟ هاي يلا جميلة انزلي. لك حاجة زعجتي الناس بجنانك. جناني ما عاجبك ومضايقة؟ ليكو شو هالشغلة مهمة بعرفها، مهمة وبتخص أنتو كمان. يلا انزلوا لهون لعندي، يلا بسرعة. أنا بدي أحكي معكم موضوع مهم كتير بهمكن أكتر ما بهمني إلي أنا. خلاص لك شو بدك يا فاجرة؟ الله يجيرنا من شرك. خلاص سرعتي راسها وليه؟ استني أمي. خلاص وليه عم بقولك سرعتي راسها؟ خلاص شو بدك وليه؟ شو بدك؟ أنا ما أجيت لهون لأتخانق معك أمي. لا تقولي أمي أحسن ما شقلك تمك. قلك حماتي مو هيك؟ لك روحي قبل ما أصلك لسانك يا واطية. أمي خلصنا بقى. اهدي شوي اسمعيني، انا اجيت لحتى اعرض عليكم عرض. شو؟ انا عرفت شي مهم، شي مهم كتير. بعرف انه انتو بتعرفوا، بس انا هلأ لعرفت. شو؟ عرفي جميلة. شو عرفتي؟ إيلين حامل. هلو جميلة. هلو صفا. إيلين مو متجوز بس حامل. وهلأ شو بتقولوا على هيك بنت؟ لأني نسيت. يلا أحكي شو قولي. انسوا لأنه بتعرفوا انتوا بتقولوا عني وحدة مو منيحة، بس ما بتشوفوا حالكن ولا حتى أولادكن. ليكي انتي ما رح يتدخل فيني ولا يحكي عني شي، وخليكي بعيدة عن علي وقوعك تحكي له اي شي عني، فهمتي؟ انا كمان هلأ ما رح احكي لحدا انه إيلين حامل. وانتي جميلة كمان رح تنسي كل اللي شفتي واللي بتعرفي عني. وقتها انا رح انسى انه إيلين حامل، تمام؟ كلنا ما رح نحكي، تمام؟ معناته تمام. مرحبا. مرحبا. أنا
شكرا إلى الدكتور طارق. العفو، خاطركم. مع السلامة. إيلين مو كان مرته لمراد وبيحب سهيل وهلأ عم يطلع مع هاد زلمة؟ لكن مين أبو البيبي يا ترى؟ طلعي فيني، انقلعي من هون وإلا بشيل عيونك وبقتلك بعدين، فهمتي يا كلبة؟ لا تنسوا الاتفاق، انتو ما بيحكي وأنا ما بحكي. مرحبا إيلين. هاي ليش كانت هون أمي؟ هاي الحقيرة عرفت إنك حامل. يعني هلأ رح تقول للكل؟ ما رح تقول لحدا. طيب شو بيعرفكم؟ لأنه اتفقت معنا وحدة بوحدة. شو يعني؟ لأنه شفناها هي وكنان الواطي، لهيك خايفة نحكي لعلي. إذا نحنا ما جبنا سيرة لعلي هي كمان ما رح تحكي إنك حامل، يعني مضطرين نسكت عليها مشانك أنتي. جميلة؟ وطي صوتك أمي، سلمى نايمة. نسيت إنها هون. شو قليلي؟ شو رأيك أعمل لها شوربة من اللي بساوية على طريقتي؟ طيبة وبتغذي. عملي لها أمي. شو رأيك إيلين؟ ها؟